انا في المغرب كنظن بان خصو يكون خصنا ندوزوا لهذه الحريه التامه، ولكن مع احترام المبادئ ديالنا كيف ما كنقول اللي هي اول حاجه الله سبحانه وتعالى. فاش كنقول الله سبحانه وتعالى ماشي يعني غير الاسلام، الاسلام واليهود اللي عندنا في المغرب، لانه فاش كنقولوا في المقدسات ديالنا اونتر كيمي، واخا ما كيعجبنيش نقول هذه الكلمه الله الوطن الملك، الله راه يعني ماشي غير الله ديال الاسلام، الله ديال كاع المغاربه. ثاني حاجه الوطن، لان كاينين شي ناس هنايا في المغرب ديالنا اللي ماتوا على ود هذا الوطن، اللي ماتوا باش يحرروا المغرب. دونك احترام الوطن كيدن هذا من 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 الواجب ديال اي مغربي، واحترام الملك ماشي ماشي كنقصد بفاصون تحيدات من الدستور باش ما يبقاش فيها نقاش، ولكن احترام الملك لانه كنشوفوا فيه هو الرمز اللي كيوحد هاد المغاربه. مع ولكن نقدروا نناقشوا شي حوايج، ولكن فاش كنقول الاحترام يعني ما غاديش ندخلوا في السبان والشتم ديال لا غوليجيون ولا ديال الوطن ولا ديال الملك. الاحترام التام، ولكن نقدروا نناقشوا باحترام. هذه اللي كان هادشي اللي كنامن به انا شخصيا، ولكن نقدروا نناقشوا اي سوجي يعني زعما في المغرب. وكنظن اونكور اون فوا الواقع اليوم كيعطينا بان اي حاجه كنناقشوها بغينا ولا ما بغيناش، والحمد لله